Salam alaikum. Nous avons fait l'analyse des circuits à quoi on continue. Faire la science, on chauffe le diviseur de tension. Principe de diviseur de tension. Alors, le diviseur de tension basé à la مجموعة تاع لي ريزيستونس اللي كيكونوا اون سيري. دابا ناخدو واحد لونسون تاع لي ريزيستونس اون سيري، مثلا R1 R2 R3 R4. تقدر دير كتر، تقدر دير قل، يعني المينيموم يعني زوج ديال لي ريزيستونس. L'essentiel هو انهم يكونوا اون سيري، يعني هاد لي ريزيستونس خصهم يكونوا اون سيري. ما معنى اون سيري؟ يعني كيكونوا ترافيرسي بار لو ميم كورون. دونك هذا هو لو كريتير اللي كتعرف به ان لي ريزيستونس راهم اون سيري. الوغ غادي ناخذ لا طونسيون اللي مابليكي، يعني على لي زيكستريميتي كامل، يعني ابليكي على ليكيفالون ديالهم، يعني ناخد نسميوه لا طونسيون او. دونك هذا هو لا طونسيون اللي مابليكي، يعني من القنت حتى القنت هو لا طونسيون او. ديفيزور دو طونسيون كيعطيك ولا كيمكننا اننا نحددو لا طونسيون او بور ديال شاك ريزيستونس، يعني لا طونسيون او بور ديال لا ريزيستونس R1 نسميو لو U1، او بور ديال لا ريزيستونس R2 U2, au bord de la résistance R3 U3 et au bord de la résistance R4 U4. Donc, principe de diviseur de tension, يعني كتكونوا عندك المقاومات معلومين وبيان سور يكونوا اون سيري وعارف لا تونسيون اللي راهم ابليكي، يعني او بورد ديال لي زيكستريميتي، يعني من يعني على لا ريزيستونس ايكيفالونت، يعني من القنت حتى القنت هو لا تونسيون اي. دونك ديفيزور دو طونسيون غادي يمكننا اننا نعرفوا لا طونسيون او بور ديال شاك ريزيستونس. واضح؟ الوغ حنا غادي نديمونطريو، ابري ما غاديش تبقى ديمونطري، غادي تاخذها يعني كقاعده. الوغ الا بغينا نحسبوا هاد لو كورون ايكيفالون ولا هاد لو كورون يعني اللي راهي ترافيرسي هاد لونسومب ديال لي ريزيستونس، شنو غادي نديرو؟ الا جينا نابليكيو لا لوا دوم، غادي تكون عندنا هاديك لا طونسيون او، هاد لا طونسيون او هذا راهم ابليكي او بورن ديال لا ريزيستونس ايكيفالونت. شنو هي لا ريزيستونس ايكيفالونت؟ حيت راهم اون سيري، دونك غادي تكون هي لا سوم. فوالا، دونك الا خدينا لا ريزيستونس ايكيفالونت هكذا، دونك هي اللي راهي ترافيرسي بار داك لو كورون اي، قلنا او بورن عندي يعني لا طونسيون او. دونك هادشي راه غادي يكون عندي هنا تكافؤ. الوغ فهاد لا ريزيستونس شنو فيها؟ هاد لا ريزيستونس هي لا ريزيستونس ايكيفالونت لي ايغال R1 بلوس R2 بلوس R3 بلوس R4. دونك فهاد لو كا عندنا أربعة ديال لي ريزيستونس لي راهم اون سيري. دونك إلا جا ابليكي لا لوا دوم، شنو غادي دير؟ غادي دير U ايغال à R équivalent multiplié fois I. Donc, le courant I, je n'aurai dit qu'on a dit qu'on U sur R équivalent. D'abord, je n'aurai R équivalent, il y a la somme t'a donc les résistances. Je n'aurai pas d'arbat. Qu'est-ce qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit l'essentiel qu'on a en série, on a dit qu'on a la tension qui est là, appliquée عليهم كاملين. دونك في الحاله اللي راني خدامين عليها يكون عندي R1 بلس R2 بلس R3 بلس R4. واضح؟ مزيان. دابا هذا لو كورون اي، حنا كنا قلنا ديفيزور دو طونسيون لو بيت ديالو هو انني نديتيرميني لا طونسيون او بور ديال شاك ريزيستونس. مثلا الى بغيت لا طونسيون او بور ديال لا ريزيستونس R1، شنو غادي يكون؟ U1 ايغال ا كوا؟ غادي يساوي R1 ميتيبلي فوا لو كورون اللي راه كيترافيرسي R1 اللي هو الإي، سي بون؟ اللي هو الإي.
Alors, il a remplacé la valeur de l'i, remplacé au h, nous avons atteint ici. Elle est atteinte R1 fois U sur la somme R1 plus R2 plus R3 plus R4. Voilà. Alors, nous avons la tension U2 au bord de la résistance R2. Donc, nous allons dire directement la résistance R2 fois la tension kibira U divisé à l'équivalent à la somme R1 plus R2 plus R3 plus R4. De même, U3 égale à R3 fois la tension U sur R1 plus R2 plus R3 plus R4. U4 égale R4 fois U sur R1 plus R2 plus R3 plus R4. L'essentiel, il a fait la tension UK, similo UK, au bord de la résistance RK. Je n'aurais dit ça, oui. Je n'aurais dit ça, la résistance RK, RK, multiplié fois la tension Kibira, divisé à la sigma. Sigma, donc les RI. Yani, min I égale à 0, tel N. Yani, à l'hassab, le nombre de les résistances, les rac d'am, bien. Il a un N résistance. Bien sûr, si on connaît dans la condition, parce que le diviseur de tension, la condition, il y a un les résistances en série. Obitali, donc, à la démonstration, les dernières, il y a une match de coach Audula. Donc il suffit انك تروماركي عندك واحد المجموعه نتاع لي ريزيستانس مثلا زوج ديال لي ريزيستانس او ثلاثه ديال لي ريزيستانس مثلا ثلاثه ديال لي ريزيستانس تروماركيهم انهم اون سيري بحال هكا ار1 ار2 ار3 وعندك لا طونسيون كبيره اللي مابليكيا يعني على يعني من ليكستريميتي فير ليكستريميتي اللي هي لا طونسيون U. Alors, il y a un diviseur de tension directement qui va la tension au bord de chaque résistance. Chaque résistance va être la tension à ses bords. Alors, U1, je vais vous dire U1 égale à R1. Yani, U1 est au bord de R1. Donc, R1 est la même chose. Donc, R1 fois la tension kibir, U. Alors, la somme. Donc là, il y a R1 plus R2 plus R3. Kadalik U2, R2 fois U sur la somme R1 plus R2 plus R3. U3, R3 fois la tension U divisé sur R1 plus R2. Plus R3. Voilà. Alors, on dira des exemples. On dira des exemples. Je ne sais pas qui fait mon diviseur de tension. Maintenant, on a fait le montage. On a un générateur de tension E. On a appliqué au bord de résistance R1 ou R2. Voilà. Donc, هنايا الى فهاد المونتاج كنطلبوا منا لا طونسيون U1 او بور ديال R1 ولا كنطلب منا لا طونسيون U2 او بور ديال R2. دونك هنايا ديريكتومون يعني ما تشقاش قد دور. دونك هاد الديفيزور هنايا راه باين عندي المقاومات راهم اون سيري R1 و R2 راهم اون سيري. دونك خصني نعرف لا طونسيون اللي راهم ابليكي على يعني في لي زيكستريميتي يعني من هنايا خصني لا طونسيون يكون ابليكي من هنا حتى لهنا يعني هاد لا طونسيون خصني نكون عارفو هاد لا طونسيون هذا اتونسيون لو سونس تاع لي فلاش اللي الا قلبت لا فلاش غادي دير الموان. Donc, la tension, c'est la rassemblement, yani, de ce point à ce point, c'est le potentiel plus
ناقص البوتونسيال ديال لو موا. فين هو الموا؟ هو هذا. بمعنى هاد لاطونسيون اللي راه بالاحمر ما هو الا لاطونسيون او. وبالتالي ديريكتومون غادي تكتب شنو غادي دير. غادي دير او 1 او 1 ايغال ديريكتومون او 1 غادي تساوي لنا ار 1 فوا لاطونسيون او سور ار 1 بلس ار 2. كذلك لاطونسيون او 2 شنو غادي تساوي؟ غادي تساوي ار 2 لا راجل تاع ديفيزيو دو طونسيون فوا او سور ار 1 بلس ار 2. سي بون. واحد القضيه هو ان الديفيزور دو طونسيون ما غاديش يتعطى يعني بهاد البساطه يعني كي يعني غالبا هو كيكون مخفي. ديفيزور دو طونسيون خصك تعرف تخدمه في الحالات اللي يكون يعني ما باينلكش ان لي ريزيستونس راهم اون سيري وانتيا يعني تعرف انك يعني كيفاش تجر القاعده عندك تاع ديفيزور دو طونسيون. غادي نديرو اكزومبل باش تفهموا على مراني كنهضر. غادي ندير واحد ليكزومبل اخر لي ديفيزور دو طونسيون ما يكونش يعني باين 100%. مثلا ناخذ هذا المونتاج هذا. غادي نديرو ان جينيراتور دو طونسيون بحال هكا وهنايا غادي ناخذ مقاومه ار 1 وهنايا غادي ناخذ المقاومه ار 2 اون باراليل مع واحد لا ريزيستانس ار 3 هاك. alors supposez عطاوكم يعني ديتيرمينيو لا طونسيون او بور ديال la résistance R1 اللي هو U1 ou la tension U3 au bord de la résistance R3. C'est bon. Alors هنايا attention شي واحد يفكر انه يقول له ودي غادي نابليكي ديفيزور شنو كيدير. كيقول لك U3 شنو غادي تساوي؟ U3 غادي تساوي R3 fois la tension E على R1 زائد R3. غلط. علاش؟ لان اول شرط يخصك خصك توفره باش يكون عندك الحق تهضر على ديفيزور دو طونسيون وهو ان لي ريزيستونس خصهم يكونوا اون سيري. دابا واش عندك نتايا هاد لا ريزيستونس ار 1 هاد لا ريزيستونس ار 1 واش راهي اون سيري مع الار 3؟ ماشي اون سيري. علاش؟ لان لو كان كانوا اون سيري غادي ترافيرسيهم لو ميم كورون. سي بون. بمعنى ان هاد الكورون اللي راه يترافيرسي لا ريزيستونس ار 1 واش هو الكورو اللي راه يترافيرسي لا ريزيستونس ار 3؟ ماشي هو. حيت علاش؟ الا درت الوادينو هنايا غادي تلقى ان كاين ان كورو اللي راه يترافيرسي لا ريزيستونس ار 2. دونك وبالتالي الكورو اللي ترافيرسي ار 1 ماشي هو اللي ترافيرسي ار 3. دونك ار 1 والار 3 ماشي اون سيري وبالتالي ما عنديش الحق ندير ديفيزور. هنايا انا باغي ندير ديفيزور، باغي نديتيرميني لا طونسيون او 3 بالديفيزور. هنايا هاد الار 1 غادي نشوفها راهي اون سيري مع من؟ ما راهيش اون سيري مع ار 3، ما راهيش اون سيري مع ار 2، راهي اون سيري مع من؟ مع ار 2 زائد باراليل مع ار 3. دونك ار 2 باراليل مع ار 3 حيت الار 2 والار 3 راهم اون باراليل، هادو ليكيفالون ديالهم اون باراليل هو اللي راه اون سيري مع لا ريزيستونس ار 1. دونك هنايا هاد لا طونسيون او 3 راه هو نفسه اللي مابليكي على ار 3 هو نفسه اللي مابليكي على ار 2. علاش؟ لان هذه غير بوان وحده. كذلك هذه راهي غير بوان وحده. دونك لا طونسيون او 3 اللي مابليكي على ار 3 هو نفسه اللي مابليكي على ار 2 هو نفسه اللي مابليكي على ليكيفالون ديالهم بزوج اون باراليل. دونك هنا باش دير ديفيزور دو طونسيون شنو غادي تقول؟ عندي انايا دو ريزيستونس اللي راهم اون سيري. شنو هي؟ عندي لا ريزيستونس ار 1 وعندي واحد لا ريزيستونس اخرى اللي راهي اون سيري. شنو هي؟ ماشي هي الار 2 ماشي هي الار 3، هي ار 2 باراليل افيك ار 3. دونك ار 2 باراليل مع ار 3 هي اللي راهي اون سيري مع ار 1. دونك هنايا غادي نابليكي ديفيزور. عندي هاد لو بوين، هادي هي يعني غادي نديرها بالاحمر. هاد لو بوين، هاد لو بوين راه هي هاد لو بوين. كذلك هاد لو بوين راه هي هاد لو بوين، هادي نفسها هي هادي. وبالتالي لا طونسيون اللي راه عندك لا طونسيون الكبير يعني من القنت حتى القنت هو الاو، هو لا طونسيون او تاع الجينيراتور. واضح؟
وهاد لا طونسيون هذا ديال الجينيراتور. دونك فينا هو لا طونسيون اللي راهم باغيين اوبور يعني او 3 هو لي اوبور ديال هاد لي ريزيستونس دو رون باراليل هو هذا. دونك لا طونسيون اللي راني باغيه راني باغي هاد لا طونسيون هذا اوبور ديال دوك الار زوج و ار 3 اون باراليل هذا هو اي 3. دونك ديريكت هما تقدر ديتيرميني لا طونسيون اي 3 ديفيزيون شنو غادي دير اي 3 ايغال شنو قلنا كتاخذ هاد المقاومه اللي راك اللي راهم ابليكي عليها ار 3 ماشي اللي راهم ابليكي عليها لا طونسيون اي 3. هاد المقاومه شنو هي خصك تاخذ اللي راهي اون سيري مع 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 الار ان. دونك اللي راهي اون سيري هي ار 2 اون باراليل مع ار 3 شنو غادي دير غادي دير ار 2 باراليل مع ار 3 تضربها فاش في الاو سور ار 2 باراليل مع ار 3 بلس بلس ار 1 واضح. دونك هذا هو ديفيزور دو طونسيون كيفاش ابليكي يعني في هاد في هاد الحاله درنا هاد لا ريزيستونس اللي هي ار 2 باراليل مع ار 3 ميتيبلي فوا لا طونسيون كبيره ديفيزي على ار 2 باراليل مع ار 3 بلس بلس ار 1 كذلك بنفس الطريقه الا بغيت لا طونسيون او 1 لا طونسيون او 1 فينا هو هو لا طونسيون او بور ديال لا ريزيستونس ار 1 هذا هذا هو لا طونسيون او 1 واضح. الو في هذه الحاله شنو غادي دير غادي دير لا ريزيستونس ار 1 ميتيبلي فوا لا طونسيون الكبير اللي هي او ديفيزي على ار 1 زائد هذه يعني سي بون راه باينه. دونك شنو غادي ندير او 1 شنو غادي تساوي او 1 غتكون تساوي ار 1 فوا او ديفيزي على من ديفيزي على قلنا ار دو باراليل افيك ار 3 بلس بلس ار اللي ما يعرفش يحسب لا ريزيستونس ار دو باراليل مع ار 3 رانا كنا شفناها في لاسوسياسيون ديال لي ريزيستونس هاد هاد ار 2 ار 2 باراليل مع ار 3 راه شنو هي راه هي غير واحد لا ريزيستونس اللي القيمه ديالها شنو ار 2 فوا ار 3 ديفيزي على ار 2 بلس ار 3. دونك حنا كان يعني كنقولوا الحساب راه ايفيدون باين دونك نرمزوا لها بهذا الرمز هذا ار 2 باراليل مع ار 3 ما هي الا هذه القيمه هذه سي بون. دابا نديروا اكزومبل اخر نديروا اكزومبل اخر اللي غادي نختموا به اللي كيكون فيه ديفيزور دو طونسيون يعني ما باينش. غادي ناخذ هذا المونتاج هذا مثلا عندي لو جينيراتور دو طونسيون ايديال او وهنايا غادي ندير واحد لا ريزيستونس ار 1 كذلك غادي نجيب واحد لا ريزيستونس ار 2 بحال هاك وهنايا غادي نديرو ريزيستونس ار 3 وهنايا غادي نديرو ريزيستونس ار 4 ناخذ هذا المونتاج مثلا طلبوا منا نديتيرمينيو لا طونسيون او بورن ديال لا ريزيستونس ار 1 سميو له لا طونسيون او 1 كذلك طلبوا منا نديتيرمينيو لا طونسيون او بورن ديال لا ريزيستونس ار 4 سميو له او 4 سي بون. الوغ هنايا باغي انا نستعمل ديفيزور دو طونسيون. الوغ قلنا الشرط يلي خصو يتوفر في ديفيزور دو طونسيون وهو ان يخص يكونوا يعني المقاومات فاش تابليكي ديفيزور دو طونسيون خصهم يكونوا اون سيري. دونك غادي كيفاش غادي نتعامل مع مثلا نشوفوا لا طونسيون او 1. دونك باش نتعاملوا مع لا طونسيون او 1 كذلك نشوفوا حتى لا طونسيون او 2 هاد لا طونسيون او 2 او بور ديال ار 2 غادي نسمي لي بوين غادي نسمي لي بوين نسمي هاد لو بوين ا نسمي هاد لو بوين بي ونسميو هاد لو بوين سي والبوين التحتانيه هي ام. دونك عندي ربعه ديال النقاط عندي ربعه ديال لي بوين. دونك باش نشوفو ديفيزور دو طونسيون غادي نبداو بلو بوان ا غادي ناخدو لو بوان ا هي
الو لو بوان ا قلنا راهي هابطه عليها لا ريزيستونس ار 1، غادي نلقى لا ريزيستونس ار 1. طب غادي تكون عندي لا ريزيستونس ار 1 هي. الوغ من لا ريزيستونس ار 1 شنو غادي نلقى؟ غادي نلقى البوان بي. مزيان، غادي نلقاو لو بوان بي. ها هي لو بوان بي. الوغ من البوان بي كتخرج لا ريزيستونس ار 3 ولا ريزيستونس ار 2. دونك من البوان بي غادي تخرج لا ريزيستونس ار 3 ولا ار 2 ولا ريزيستونس ار 3 ار 3 و ار 2. بالنسبة لار 2 مشات لو بوان ام، ار 2 مشات ديراكتومون مشات لو بوان ام. ها هي ار 2 مشات لو بوان اللي نديرها لتحت هنايا، هذه هي لو بوان ام. بالنسبه لار 3 ار 3 غادي تلقى لو بوان سي، غادي تلقى لو بوان سي. دونك هنايا غادي تكون عندي هنايا لو بوان سي. الو من مور لو بوان سي كاينه لا ريزيستونس ار 4، ومن ار 4 كاين الام. فوالا، دونك كاينه عندي هنايا لا ريزيستونس ار 4، ومن الاركات نمشيو للان. سي بون، دونك هاد السيركوي اللي راه كتشوفوا في هاد المونتاج راه هو هذا. دابا نشوفوا لا طونسيون او. لا طونسيون او شنو هي؟ لا طونسيون او هي لا طونسيون او بورن ما بين ام، ما بين لو بوان ا و لو بوان ام، هي لا طونسيون او. دونك غيكون هو هاد لا طونسيون، هذا هو لا طونسيون او، هو ما بين لو بوان ا و لو بوان ام. فينا هو هنايا هو هاد لا طونسيون، ندير الرسمو وهاد لا طونسيون هكذا. دونك هذا هو لا طونسيون او ما بين لو بوا ا و لو بوا ام. بالنسبه لا طونسيون او 1، شوفوا لا طونسيون او 1، او 1 هو لا طونسيون او ا بي، هو لا طونسيون او ا بي. دونك او 1 هي لا طونسيون او ا بي، هو هذا لا طونسيون او 1. مزيان، شوفوا لا طونسيون او 2. لا طونسيون او 2 او بورن ديال ار 2 هو ما بين لو بوان بي اي لو بوان ام. دونك ما بين لو بوان بي اي لو بوان اي لو بوان ام، هو هذا او 2. دونك هذا هو لا طونسيون او 2. قلنا لا طونسيون او 4 او بورن ديال ار 4، يعني ما بين لو بوان سي اي لو بوان ام. فينا هو واحد، هو او 4. دابا غادي نديتيرمينيو اون اوتيليزون لو برينسيپ دو ديفيزور دو طونسيون. غادي نديتيرمينيو لا طونسيون او 1 او 2 اي او 4. دونك غادي نبدا باش غادي نبدا ب مثلا غادي نبدا ب او 1. اتونسيون او 1. الو باش غادي نجاوب على او 1، او 1 شنو غادي تساوي؟ او 1 او 1 هو لا طونسيون او بورن دو لا ريزيستونس ار 1. دونك باش غادي تابليكي نتايا ديفيزور دو طونسيون غادي دير ار 1 فوا واش تا غادي دير ار 1 ار 1 فوا لا طونسيون الكبيرة. لا طونسيون الكبيرة غادي تكون هي لا طونسيون او، ها هي فوا او فوا او. ولكن على من غادي تقسم؟ غادي تقسم على ار 1 زائد، الو غادي تقسم على ار 1 زائد واحد لا ريزيستونس اللي راهي اون سيري مع ار 1. فين هي لا ريزيستونس اللي اون سيري مع ار 1؟ واش هي ار 2؟ واش هي ار 3؟ واش هي ار 4؟ لا، لا ريزيستونس اللي راهي اون سيري مع ار 1 هي هاد لا ريزيستونس كامله، يعني ليكيفالون ديالها. شنو هي هاد لا ريزيستونس كامله؟ هي ار 3 اون سيري مع ار 4 الكل اون باراليل مع ار 2. هادي كامله هي اللي راهي اون سيري مع لا ريزيستونس ار 1.
Donc je n'aurai dire R1 plus, R3 parallèle à R3 en série ma R4, le coul parallèle ma R2. D'abord, hadi hiya li en série ma la résistance R1. شنو هي هذه؟ راه هي هاد لا ريزيستانس هادي. شنو فيها؟ قلنا فيها R3 بلس R4 حيت راهم اون سيري، الكل بزوج بيهم هما اللي راهم بارالل مع R2. دونك هاد الشيء كامل اعتبروا انت غير مقاومة واحدة، اعتبروا غير مقاومة واحدة، هاد المقاومة واحدة هي اللي راهي اون سيري مع لا ريزيستانس R1. وبالتالي ابليكينا ديفيزور دو تونسيون، شنو درنا؟ R1 مضروب في لا تونسيون الكبيرة من A حتى ل M اللي هي E مقسوم على R1 زائد هذا الشيء. هذا راه هو هذه اللي راني دايرها هنا، واضح؟ كيبقى غير الحساب R3 زائد R4 اون باراليل مع R2، خصك تحسبها، حسب R3 زائد R4 الاول واللي خرجت لك ضرب في R2 وقسم عليها زائد R2. دونك يبقى داك الشيء تاع الكالكول حنا رانا نديرو يعني علاقة حرفية، داك الشيء كيبقى يعني فاسيل تاع تطبيق العدد، واضح؟ فوالا، هذا بالنسبة للطنسيون، بالنسبة للطنسيون U1. أرانا دابا نديتيرمينيو لطنسيون U2. نشوفو لطنسيون U2 فينا هي لطنسيون U2. لطنسيون U2 دابا هي اللي راهي مأبليكي على هاد الشيء هذا كامل، اسمه هو هاد الشيء هذا كامل، هو هذا اللي راني كاتبه هنايا. دونك لطنسيون U2 راهي مأبليكي على المقاومة R2 بارالل مع هاد الزوج اون سيري. دونك غادي نحط هاد المقاومة هادي ليكيفالون ديالها مضروبة في لاطونسيو الكبير من ال ام اللي هو او مقسوم على هاد المقاومة هادي زائد ار ان ديراكتومون. دونك شنو غادي تكون عندي؟ اي دو ايغا. دونك غادي ندير اي دو ايغا، اي دو ايغا قلنا غادي نديرو ار 3 plus R4 parallèle avec R2 الكل فاش مضروب في لا طونسيون الكبير اللي هو E مقسوم على لا صوم، دونك اللي هو R1 زائد هاد الشيء هادي، حيت هادي قلنا كامله مقاومه اللي راهي اون سيري مع R1. صافي، دونك غادي يكون عندك هنايا R3 plus R4 بارالل مع R2. فوالا، دونك هو ديتيرمينينا لاطونسيون U2. شنو بقى لينا دابا؟ بقى لينا لاطونسيون U4. الوغ لاطونسيون U4 حدي راسك، لاطونسيون U4 راه او بورن ديالو شنو؟ او بورن ديال R4. دونك خصني نشوف R4 راهي اون سيري مع من؟ لاحظ معايا، R4 راهي اون سيري مع من؟ مع R3. R4 راهي اون سيري مع R3. دونك الى خديت R4 ها هي اون سيري مع لا ريزيستونس R3. دونك شنو يخصك؟ يخصك لا طونسيون اللي راه بالقنت للقنت. شنو هو لا طونسيون اللي راه بالقنت للقنت؟ يعني ما بين لو بوين بي اي لو بوين ام. هاد لا طونسيون هو لا طونسيون او 2 اللي رانا حددناه هنايا، سي بون، رانا حددنا او 2. دونك عندي انايا الار 3 اون سيري افيك R4 et je veux déterminer la tension au bord de R4 en utilisant le principe de diviseur de tension. Donc R4, elle est en série avec la résistance R3. La tension au bord des extrémités, yani de le point B vers le point M, ou la tension U2. Donc je vais écrire U4 égale la résistance R4 multiplié fois la tension qui bira hiya f had l'hala dialna hiya U2 divisé sur R3 plus R4. Voilà, hada wa la tension U4. Lahdo m'aya f had l'montage, yani jawbt ka ala li tension bistiamal seulement le diviseur de tension. دونك ما تستناوش يعني ديفيزيو دو طونسيون يعطيوه يعني مفضوح يعني بواحد الطريقه يعني بديهيه بحال كيما كنت داير انا يعني في هذا الشيء في الاول. دونك يعني غادي يعطيوه بواحد الطريقه يعني سلسه، يعني R1 باينه اون سيري مع R2 باينه مع R3، ولا كيعطيوها بحال هذا الشكل هذا. دونك ديفيزيو دو طونسيون انت خصك تشوفو،
يعني هو غالبا كيكون مخفي. يعني بحال هذا المثال هذا خصك تشوف اللي راهم اون سيري بحال ار ار راهي اون سيري مع هاد الزوج بزوج بيهم مثلا في هاد المونتاج هذا الار ار راهي اون سيري مع هاد الشيء كامل اللي قلنا عليه ار 3 زائد ار 4 باراليل مع ار 2 سي بون. هنايا ار 4 راهي اون سيري مع لا ريزيستونس ار 3 وبالتالي الا بغيت نحدد ديفيزور دو طونسيون نتاع اي 4 دونك يعني خصني نعرف لا طونسيون اللي راهم ابليكي من هاد لو بوين لهاد لو بوين اللي هو هو اللي هو لا طونسيون او 2 و او 2 في حد ذاته حددته بالديفيزور سي بون فوالا. دونك هذا كان لو برينسيپ دو ديفيزور دو طونسيون. الوغ راه كيحل بزاف تاع المشاكل في لي زيكزارسيس دونك الواحد خصو يميتريزي فوالا. دونك غادي نحبسو هنايا. الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نهضر على الديفيزور دو كورو حتى هو مهم ماشي كاع بحال ديفيزور دو طونسيون ولكن ضروري تعرفوا ديفيزور دو كورون حتى هو يعني في شي حالات اللي كنضطروا اننا نديروا البرينسيپ تاع ديفيزور دو كورون. دونك هذا كان فيما يخص ديفيزور دو طونسيون. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.